يا بنت الكلب وحياة أمي ما حسيت. الحقني يا شيخ زياد، الحقني يا شيخ زياد، الحقني يا شيخ زياد، رجلك تلحقني. في ايه يا بنت؟ الحقني يا شيخ زياد. بص يا شيخ، ابعد انت، ابعد انت، ابعد انت، والله ما هسيبها يا عم. وحياة أمي لو ما جت معايا في الأطرة ومتها يا عم. لو ما جتش معايا هفكر دماغي. يا عم 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 يا بنتي بس ايه؟ ما بياكلنيش ولا يشربني وحبسني اقول ولاد معفنتي كل يوم ضربوا هاني. معلش معلش يا بنت، معلش اهدي يا بنت، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بس انت هتعملي ايه؟ انت يا بنت يا تميمه، انت يا بنت، انت يا بنت يا تميمه، تعالي هنا. انت مش سامعاني ولا ايه؟ البنت دي لازم تقعد عندي لغايه ابوها ما يجي ياخدها. تعالي يا بنت، تعالي. ايه؟ انتوا مستغربين كده ليه؟ والواد ده لازم يتربى، لازم يعرف ان بنات الناس مش لعبه، وانها مش هترجع له الا لما تاخد حقها تالت وتالت. انا عارفه انهم يستقوا عليك عشان لوحدك واهلك سايبينك، لكن ما تخافيش، انت من النهارده هتقعدي عندي ومش هتسيبيني خالص. احنا كلنا اهلك، ربنا خلقنا عشان نطبطب على بعض، وبيتي هو بيتك. يلا تعالي معايا. بص في الارض، بقول يلا يلا يا جابر روح بيت. يلا يا اخويا، يلا سلام. ليلى تحت امرك مراد بيه. صباح الخير. صباح النور. انت ما فطرتيش ليه؟ ما هو انا ما يعني ما بفطرش اول ما اصحى، بستنى شويه. طب خدي اي حاجه. بتحبي النسكافيه؟ لا ربنا يخليك، انا اصلي لازم الحق الجاليري افتحه بسرعه، لانه في امبارح مرشد قال انه جاي فوق وجاي بدري قوي، عايزه الحق بقى. طيب يا حبيبتي روحي انت وانا هكلمك. شكرا قوي، مع السلامه. طب استني يا ليلى، انا هاخدك في سكتي. بعد اذن حبيبتي. اتفضلي. اسمعني يا حب. السلام عليك يا منى. كينج والله. باشا اتفضل. باشا صباح الخير. عندك على مكتبي جوه. ماشي. اوكي حاضر يا فندم. الو سمير حبيبي، انا اسفه بجد، انا ما كنتش عارفه ارد على التليفون، كنت مشغوله قوي. اه تحت امرك. تصدق يا روحي ان انا اللي كنت هقول لك تعالى نتعشى سوا النهارده. طيب اوكي انا هستناك تعدي عليا. الو سمير بقول لك ايه، استناني انا اللي هعدي عليك على البيت النهارده. ماشي يلا باي باي يا روحي. كاميليا ايه الاخبار؟ كله تمام يا عبد العزيز بيه، ده انا حتى خدت لحضرتك ميعاد مع شركه الندى للديكور وموافقين على كل العروض بتاعتك. طب كويس قوي، اتصل بيهم بقى وحددي ميعاد على العشاء النهارده عشان نخلص من الموضوع ده وننتهي منه خالص. بس ايه؟ بس ايه؟ اصل انا واخده ميعاد مع سمير النهارده على العشاء، وانا لو قلت له ان الميعاد اتلغى انت عارف سمير ممكن يعمل فيا ايه. لا يا حبيبتي خلي ميعادك زي ما هو. تعرفي يا كاميليا انا مبسوط منك قوي، لو واحده غيرك كانت سابت سمير ده من زمان. لا 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 اوعى تقول كده، انا لا يمكن اسيب سمير ابدا، انا بحبه. حبيبتي ربنا يوفقك بعد اذنك. يا
يو ويلكم. هاف ا جود تايم. ليلى. ليلى ازيك؟ اهلا. مبدر يعني النهارده؟ احنا اول محطه ولا ايه؟ لا انا النهارده ما عنديش شغل، وكنت بشتري حاجه من جنبك هنا وقلت اعد اسلم يعني. فيك الخير. قلت برضو بالمرة يعني أشرب فنجان قهوة من إيدي كانت حلوة. اسكت. إيه؟ هو أنا ما قلتلكش؟ مش أنا اتحسدت وبقت القهوة تطلع من تحت إيدي سايسة؟ يعني حاولي تجربي تعملي فنجان قهوة لأخوكي الغلبان يعني. ما أنصحكش. أنا شكلي ضفت تقيل. لا ونعمة أبدا. لا إذا كان عديت أنت على راسي من فوق أقعد وأنا هعمل لك اللي أنت عايزه. متشكر. عفوا. هي فين مدام منى؟ ما جاتش النهارده ولا ايه؟ لا ما تقليش انها جايه، اصلها بتحضر للسفر. كويس. شغل جديد ولا ايه؟ مش عارفه. لا لا، هو انت عندك اخوات؟ الحمد لله لا. الحمد لله على كل شيء، بس دي اول مره اشوف واحده بتقول الحمد لله انها ما عندهاش اخوات. يعني هم اللي عندهم اخوات كانوا عملوا ايه؟ الواحد شايل نفسه بالعافيه وادينا عايشين. ياه. ده انت متضايقة من الدنيا قوي. هو انت عايز ايه بالظبط؟ لا ولا حاجة يعني، هي بندردش. يعني انت عايز تقولي ان انت سايب صحابك وقرايبك وحبايبك وجاي تدردش معايا انا؟ مش يمكن برتاح في الكلام معاكي؟ يا عم اطلع من نافوخي، انت فاكرني بنت عيلة صغيرة هتضحك عليها بكلمتين؟ بس أنا فعلا برتاح بالكلام معاكي، ولا برسم عليكي ولا أي حاجة من الكلام ده، وعارف كويس اللي أنت بتفكري فيه، واللي أنت بتفكري فيه ده مش موجود أصلا. كل الموضوع إن أنا برتاح لما أشوفك، فبرتاح لما بتكلم معاكي. والله العظيم ثلاثة. أنت عارف أنت بتفكرني بإيه؟ فاكر الأفلام العربي بتاعت زمان اللي كنا بنتفرج عليها؟ لما البطل الغني قوي كده يحب البنت الغلبانه الفقيره اللي معهاش فلوس يقوم يروح يقول لها انا عايزه اتجوزك، ابوه بقى يتزربن عليه ويروح يقول لها مش هتتجوزي ابني ويقوم راملها الفلوس. بس وديني انا لو عملوا معايا كده لاخد الفلوس وابيعك. تلاقيش انا بابا الله يرحمه، وبعدين انا مش بحب البنت الفقيره. يعني انت عايزني اصدقك انك جاي هنا مخصوص وسايب الدنيا كلها عشان تتكلم معايا انا؟ صعب تصدقي ده؟ مش ساعات انت بتحسي ان كل الناس اللي حواليك عارفينك عشان مصلحه بس، وبتحتاجي لاي حد تتكلمي معاه عشان تتنفسي بجد؟ انا حسيت بده معايا. طب واشمعنى انا؟ عشان انت جدعه وبنت بلد وبتعملي قهوه حلوه قوي. شوف وشك بخير. ليلى. ليلى. ايوه. تعملي لي فنجان قهوه بسرعه. يا دي النيله، هي ايه حكايه القهوه النهارده؟ بون ابتيت. تعالي انا عايزه فلوس. فلوس ايه؟ عايزه 1000 جنيه. هتعملي بيهم ايه؟ هتشتري بيهم هدوم؟ يا نهار اسود، عايزه 1000 جنيه عشان تشتري بيهم هدوم؟ انت اتجننتي؟ يا حبيبتي هردهم لك والنبي اتصرفي بس فيه. اتصرف في ايه؟ هو انت بتقولي لي 10 ولا 20 جنيه؟ دول 1000 جنيه يا بنتي هبله انت. حاجه تقرف، يخرب بيت ام الفقر والعوزه. ربنا يتوب علينا بقى. شوفي كده تحفه. انت عارفه يا هلا؟ أنا اتضايقت قوي. يعني إحنا عشان نعيش زي بني آدمين لازم نبوس الإيدين؟ لا يا حبيبتي، نبوس الإيدين ليه؟ إحنا لازم نبوس الرجلين، والنبي ياخد الكتم شوية. أيوة بس أنا مش عايزة أبوس إيد حد، ولا عايزة أبقى تحت رجل حد، أنا عايزة أعيش زي بني آدمين. ماشي يا بني آدمة، لخصي بقى. الواد سلامة. ماله سلام؟ هو الراجل اللي شغال عنده سلامة اسمه إيه؟ عبد العزيز. طب عبد العزيز ده بيحب سلامة يعني؟ يعني إيه مش فاهمة؟ يعني بيعزه، بيسمع كلامه. أكيد، وإلا ما كانش عمل اللي عمله معانا. هو يعني عرفنا منين عشان يعمل لنا كده؟ اكيد عمل ده عشان خاطر سلام.
يعني لو سلامه طلب منه حاجه مش هيرفض. بت انت بترسمي على ايه؟ يا اختي برسم على ايه ولا بتنيل؟ انا بس قلت لسلامه انه اتوسط لي عند الراجل ده عشان اشتغل عنده، واكيد هيديني مرتب كويس. انا سمعت ان الراجل ده شغال في الاسهم. اسهم؟ تقصدي بورصه يعني؟ مش عارفه، بس انت عندك علم بالموضوع ده؟ طشاش. ليلى، ليلى. ايوه مراد بيه. قولي لي سجاره لو سمحتي. والله ما اعرف، اصل انا صراحه عمري ما شربتها ولا احب ريحتها. ليه؟ حد يقبل في نفسه كده برضو؟ هو ايه اللي ليه يا باشا؟ يعني هي السيجاره دي حاجه عدله قوي. دي مزاج عالي قوي، خصوصا بقى لما تكون مع فنجان القهوه اللي من ايديك الحلوين دول. اصل انا الصراحه كده ماليش في المزاج. والله. وايه الاخبار النهارده؟ واضح ان الشغل مريح. لا ان شاء الله بعد العصر هيبقى زي الفل. بعد العصر. طيب اجمعي لي الحساب كله وتعالي لي على الفيلا. ما تتاخريش، مستنيك. ليلى. ايوه يا فندم. انت بتجيبي البن بتاعك ده منين؟ انا بطحنه وبحوجه بايديا. بايديكي؟ عشان كده بيطلع حلو قوي. ابقي هاتي لي منه وانت جايه معاكي. ها ماشي. لا انا يا اخويا موريش غيرك ولا ايه؟ ينفع والنبي دي مقابله يا سوسو. انت يا اخويا مش تضمت مع القسطه وخلاص؟ عايز مني ايه تاني؟ انا اعمل كده برضو؟ ده انت الايد اللي اتمدت لي وانا محتاج. ايوه هنشحت بقى. لا انا جالك عشان اشكرك واقول لك ان انا ولد اصيل وارد الجميل. انا جاي ارد الجميل. لا يا اخويا متشكرين، وامشي بقى عشان عايز اريح جتتي شويه. لا ده كل اللي جتتك، جتتك دي لازم ترتاح، لازم تحافظ عليها، ده هي الامل. ولا انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرف. تعرف ايه؟ النظام، السيستم، مديحه، ايه ظروفها؟ اسالها. ينفع اسالها برضو والمفتاح معاكي؟ ده عيب حتى. لا يا حبيبي انا ما اعرفش حاجه اكتر من اللي انت شفته. سوسو معقوله؟ وحيات امك وامي ما اعرف اي حاجه. انا يا اخويا اخرتها تقولي تعالي يا بنتي يا ساميه، اجي هز يا بنتي يا ساميه اهز، اكتر من كده ما اعرفش. اي نعم يعني بيجي عندها ناس كبارات وناس كمان من اللي بيطلعوا في التلفزيون، بس احنا يا حبيبي هناك لا بنسمع ولا بنشوف ولا بنتكلم. ماشي يبقى حافظ بقى على جتتك. بطل. امير ده انا اللي مربياه. مرة هو صغير فتح الكيس واخد جنيه من غير ما يقول، وانا عرفت عديكي نزلت فيه ضرب لغاية ما ايديه ورمت وبقت قد كده. عشان يعرف ان السرقة حرام ويحرم، واحلف بالعشر انه ما عملهاش تاني ابدا. بس تعرفي يا تميمة ما تقلقيش، انت ربنا هيقف معاكي عشان انت طيبه وغلبانه. اصل انا اعرف يعني اللي عندهم اصل واللي ما عندهمش اصل خالص. ما يغركيش يعني ان انا كبيره، بس انا عقلي يوزن بلد. وطول ما انت شريفه وبتعرفي ربنا وبتفرقي ما بين الغلط والصح، عمر ربنا ما هيسيبك ابدا. مين؟ ما تخافيش ما تخافيش، انا هفتح. انا ايوه طيب. تميمة العوامي هنا؟ ايوه انا، في حاجة؟ معانا عمرو بضبط واحضارك. بعد اذن حاجة يا فندم، الكلام موجود في المحضر ده كلام مش مظبوط مش صح. والله ده بلاغ، وانا بنفذ القانون مش اكتر. طب بعد اذن حضرتك انا عايز اعرف مين اللي عمل المحضر بالظبط، باسم مين؟ واحدة اسمها نبوية. نبوية؟ طب يا فندم انا هستأذن حضرتك في حاجة صغيرة جدا، أنا عايز أشوف تميمة بعد إذنك. مش هقول لك لا، عارف ليه؟ لأن حاسس إن كلامك صح. يا هات لي البنت اللي اسمها تميمة من الحجز. لو
مؤاخذة يا باشا، مين بنت ميمي دي؟ بنت اللي لسه جايبينها. يلا. تمام يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. السلام عليكم. مراد بيه موجود؟ موجود يا فندم. طيب. خلاص روح انت دلوقتي. ليلى اتاخرتي كده ليه؟ انا مستنيكي بقالي اكتر من ساعه دلوقتي، ما رضيتش اتصل بيكي، قلت اسيبك براحتك احسن تكوني خايفه تيجي ولا حاجه. لا خالص. امال منى هانم فين؟ سافرت. هي ما اتصلتش بيكي؟ لا 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 لا، ما عندهاش حق. انا ماشيه بقى يا بيبي، عاوز مني حاجه يا مرمورتي انا؟ لا 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 لا، تمشي ايه؟ لسه بدري قوي، لسه الليل طويل. ليلى اوعي تفهميني غلط، انت عارفه انا بعز منى قد ايه؟ اه باين حضرتك. لا 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 بجد، انا بعزها وما اقدرش استغنى عنها. كل الحكايه بس ان انا بحب التغيير، ما بحبش الملل، بس عمري ما عملت حاجه غلط. انا كل اللي بعمله بس اني بنبسط، بدردش، بفرفش، مش اكتر يعني. لا حق حضرتك صراحه، انا جايبه لحياتك البن اللي حضرتك كنت عايزه. حلو قوي، حاوكتي بايدك. اه ميرسي قوي. دقيقه وراجع لكم. انت بقى من انهي ناحيه كده بالصلاه على النبي؟ يعني هو الاكيد الاكيد ان انا مش من الناحيه الشمال، وتهيأليش ان انا من الناحيه اللي انت منها. على كل حال احب اطمنك، هو النهارده جايه معاك كلام ورغي، وكلامه كله يختي عن الميتين. سبحان الله، من ساعه ما جيت وعمال يتكلم عن حتشبسوت، نفرتيري، كيلوباترا، لما خلاص هطلع من هنا على المركب الفرعوني عادل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مراد بيه حياتك عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. لا 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 استني استني، ده انا عايزك في حاجه مهمه جدا، وانت كمان يا جوجو عايزك، عايزكم انتوا الاثنين. ما تقلقيش يا تميمه، بكره الصبح ان شاء الله هتخرجي على طول بعد العرض عني. ما عادش فارقه خلاص يا استاذ امير، انا هنا محبوسه وهناك محبوسه، يمكن هنا الاقي حد احن عليا من اللي انا كنت فيه. يا بنتي ان شاء الله بكره الصبح ابويا يعدي على جابر ويقول له كلمتين. والنبي يا استاذ امير، لا حد يعدي عليه ولا حد يقول له حاجه، ده كلب هو واللي معاه ما تعملولوش قيمه. انا خلاص ما عادش فارق معايا حاجه، هما مش بيقولوا ان انا ضربتها وسرقتها؟ خلاص انا ضربتها وسرقتها. انا عايزك تسمعي الكلمتين اللي هقول لك عليهم وهننفذهم بالحرف الواحد. احنا هنعمل لهم محضر بالتعدي والضرب ضد جابر وضد نبويه، يعني المحضر اللي عملوه ضدك ده هيبقى ضدهم، هيبقى يعتبر بلاغ كاذب. فاهماني يعني ايه؟ يعني ببساطة هرفع لك قضية طلاق وهتكسبيها. صح يا أستاذ أمير، يعني أنا ممكن أخلص من الهم اللي أنا فيه ده؟ هتخلصي، بس أنا مش عايزك تبقي مستسلمة أوي كده تميمة، وعايزك تبقي متأكدة كويس أوي إن أنت هتاخدي حقك، لأنك هتاخديه. نفسي أخد حقي من اللي ظلمني، بس ما حدش بيسأل عليا، ده أنا زي الكلب، وكل ما بيحصل لي حاجة أجري على بيت من بيوت الحارة أقعد فيها وأتلقح زي اللي مالوش ماتوا. ما تقلقيش يا تميمة، قلت لك انت هترفع قضيه طلاق على جابر وهتتطلقي منه، ومش بعيد لو حبستيه كمان. صحيح. والنبي على فكره ما بتجنناش عليه، انا لما كنت شفت اللي حصل ده بعيني ما كنتش قلت الكلام اللي انا قلته دلوقتي. يا رب يا استاذ امير ربنا يكرمك وتبقى اكبر محامي في البلد كلها يا رب. ما تقلقيش يا تميم، انا وصيت عليك الضابط وهو متعاطف معاكي وحاسس كويس قوي ان انت مريئه. خلاص بقى، انا بعد اللي سمعته ده هقول ايه؟ ربنا يكرمك ويخليك يا رب. المهم ان شاء الله بعد ما تطلعي من هنا تعملي لي توكيل عام قضايا عشان اشوف لك القضايا بتاعتك ونشوف موضوع جابر. حاضر. انا طول عمري بحب السفر والرحلات. ذكرياتي مع السفر ملهاش حدود. أنا سافرت اليونان مثلا، بلد جميلة أوي أوي، تحس فيها إنك في عالم تاني خالص، وتاريخها عريق زي مصر بالظبط، بلد جميلة فعلا. بس أنا الحقيقة بقى عمري ما كنت مبسوط.
ليه بس ليه يا مراد بيه؟ ما هو كل حاجه تمام اهي. عشان انا بني ادم مش محظوظ. ما تقولش كده يا بيبي، هو في حد محظوظ قدك برضو؟ لا حقيقي انا قلبي مش سعيد، قلبي متضايق. سلامة قلبك يا روح جيجي، يا عيون قلبي جيجي من جوه. انا نفسي احب واتحب. يا سلام، قد ايه الواحد لما يحس ان حد بيحبه وبيخاف عليه وبيضحي بعمره كله عشانه، بيبقى سعيد قوي. طب ما هو مدام منى ربنا يرجعها لنا بالسلامه بتموت فيك. لا 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 لا، انا اللي بيني وبين منى بزنس بس. انا عارف ان انا اتجوزتها عشان الفلوس وبس. ده بايه يعني؟ انت دلوقتي عايز تقولي ان مدام منى لو عرفت ان انت بتخونها مع حد تاني او بتلعب بديلك يعني مش هتزعل؟ لا هتزعل، بس مش عشان بتحبني. لا لا لا، عشان كرامتها صدقيني. طب انا لازم امشي بقى عشان اتاخر. لا لا لا، استني، انا لسه ما قلتش حاجه، انا عندي كلام كتير قوي. لا ما هي جمالات بقى هتكمل القعده مع حضرتك. سلام عليكم. طب تصبحي على خير. لا لا بقى يعني مؤاخذه سلام عليكم. طب مع السلامه، اشوفك بكره بقى الصبح. انا زهقت بقى يا بيبي، احنا نفضل طول الليل كده ولا ايه؟ لا 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 لا، استني، ده انت حظك حلو قوي. انا هحكي لك حكايه جميله قوي، لحظه واحده بس. ايوه هي دي. ايوه جاي. هحكي لك حكايه عن معبد إدفو، حكايه ما حدش يعرفها غير انا بس. عايزاكي. هقوم اعمل شاي على ما تخلصي. انت مش هتبطلي قله الذوق دي؟ عملتي ايه في اللي قلتلك عليه؟ اللي هو الفلوس. مش قلتلك عايزه فلوس؟ يا بنت انت اتجننتي؟ معيش. طب انا عايزه نصيبي من صيغه امي. لا ده انت كده اتجننتي بجد، عايزه تبيع حتتين الصيغه عشان تروح تشتري شويه هلاهيل. الهلاهيل دي هي هتجيب الفلوس. الدنيا مظاهر والناس ملهاش غير اللي بتشوفه بعينيها، ولا لقيت شغل وعايزه لبس. شكله كده الواد اللي انت دايره معاه. ايه دايره معاه دي؟ بقول لك هشتغل معاه في الشركه. شركه يا جليله، ده انت لو شفتيها هتتهبلي. طب مش مظهرك ده عشان الشغل؟ يديكي سلفه وبعدين تسديها على راحتك. عايزاه يقول عليا ايه؟ ما معيش فلوس عشان اجيب لبس. يا بنت حتتين الصيغه دول حمايه لينا من الزمن. هو احنا حالتنا ايه غير الشقه وحتتين الذهب دول؟ ولا ليا فيهم زيك بالظبط، وانا عايزه نصيبي. قلتي ايه؟ وانا اختك الكبيره وعارفه مصلحتك اكتر منك، واللي اقول لك عليه تسمعيه. طب انا الغلطانه اللي ما دخلتش اخد حقي بنفسي قبل ما تيجي وعملت لك حساب؟ اوعي تمدي ايدك على حاجه يا سلمى. ايوه كده، البي يقعد في الشقه وانا ابقى ضيفه في ملكي، وانتي تكوشي على نصيبي من صيغه امي. اظهري اظهري وريني المستخبي. صدقي بالله انك بنت قليله الادب. طب يا مؤدبة يا كبيرة يا بتعرفي الحق والمستحق، أنا عايزة نصيبي من صيغة أمي، والله ونوميتها في التربة لكون مفرجة عليك الحرق أنت والمحروس اللي برة ده. اديها الدهب كله يا جليلة. اسمعي اللي بقولك عليه، احنا مش عايزين حاجة من الدهب ده. إذا كان هو ده اللي هيحل لها مشاكلها اديهولها، ما توقفيش في طريقها.
ادخل. ازيك يا سمير؟ انا قلت اكيد انت لسه ما نمتش، فجيت اقعد معاك شوي. خبر ابيض، انت تنورني يا حاج وتيجي في اي وقت، وبعدين انا مش هنام دلوقتي خالص. طب يا حبيبي قول لي بقى، انت عملت ايه؟ عملت ايه في ايه بالظبط؟ في موضوع تميم. زي ما قلت لك يا حاج، هخليها تعمل محضر بالضرب اللي حصل لها ده، وبعدين انا هرفع لها قضيه طلاق على اللي اسمه جابر. بس انا مش عايز اكتسبها يا امير يا ابني، البت دي غلبانه والواد ده بهدلها اخر بهدله. لعلمك انا بعت وقلت لابوه عشان يجي يشوف له حل، ما هو مش معقول يرمي البت كده. كلامك مظبوط يا حاج، ده لازم يحصل. طيب نخش بقى في الموضوع اللي انا جاي لك عشانه. تقدر تقول لي اللي رجعك مصر فجاه كده؟ اللي رجعني مصر يا حاج ان انا ما استريحتش. ما استريحتش بس؟ دي الحقيقه، ما استريحتش بس. انا حسيت ان انا الشركه اللي انا شغال فيها دي ماليش مكان فيها. بس هلوم، انا مضطر اصدقك لان انا ربيتك على انك ما تكذبش. وانا فعلا ما بكذبش يا حاج، انا فعلا ما ارتحتش بره. وبعدين الواحد بيسافر عشان يعمل قرشين ويرجع. انا في الكام سنه اللي انا قعدتهم بره الحمد لله رب العالمين عملت قرشين كويسين جدا، واديني رجعت. طب وعمال القرشين دول حاجه وحشه تفتكر؟ لا طبعا يا حاج، مش حاجه وحشه، بس الفلوس مش كل حاجه. انا عايز ابقى امير، عايز ابقى نفسي يا حاج، عايز ابدا صغير واكبر واحده واحده لحد ما ابقى اكبر محامي في البلد، وده مش هيحصل غير هنا في بلدي، وانت اللي علمتني الكلام ده يا عم الحاج. ماشي ماشي يا امير، ونملك شويه بقى عشان تلحق تصحى على صلاه الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دعواتك يا شيخ زياد ونبي. استغفر الله العظيم. ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي ان هو ساب هناك ورجع عشان هو عايز يبقى حاجه كبيره هنا في مصر. وصدقته؟ ما كانش قدامي غير كده يا حاج. وبعدين هكدبه ليه؟ وانا بقول بقى ان حصلت له مشكله كبيره، قلبي بيقول لي كده وانا بصدق قلبي. خش استريحي، وانا ان شاء الله الصبح هكلمه تاني. وتكلمه انت ليه؟ ما اكلمه انا؟ هو انا ماليش لسان؟ ده ابن بنت حبيبي وهو هيقول لي على كل حاجه. ماشي، خشي له يا حاج. طب اديني داخل. عارفه المكان ده كان بيفكرني وانا صغيره لما كنت بتضايق، كنت باجي اقعد هنا. انت ايه اللي مضايقك يا حبيبتي؟ فضفضي، ده البعض للبعض رحمه. قولي ايه مش مضايقني؟ كل حاجه مضايقاني، حاسه ان كل هموم الدنيا فوق دماغي. بقولك ايه، انت ما حلمتيش في مره يبقى عندك عربيه، عندك فلوس كتير، عندك شقه زي دول؟ حلمت، بس عارفه حلمت بيه؟ إلهي تفتصي يا نبيلة، حلمت أصحى ليا ميتة ونخلص منها. إلهي يا رب، وأنت جاي يا رب تبقى نايمة وبتمد إيديها تفتح الكوبس تتكهرب من السلك العيان ومحد يحس بيها. أمين يا رب العالمين. أنا بتكلم بجد. أنت هو في حد ما حلمش في الدنيا دي؟ طبعًا حلمت. حلمت يبقى عندي بيت وعربية، نفسي يبقى عندي عربية وفلوس كتير قوي. بس كل ما أنام وأصحى أحمد ربنا على وجود أبويا سندي في الدنيا. إلهي ربنا يحفظك يا أبويا يا رب. ربنا يخليه لك. اسأليني أنا. أنا بقى من يوم ما أبويا مات وأنا حاسة إن الدنيا دي زي خرم الإبرة، ولما أمي بتتعب شوية بحس إني خلاص هموت. يا بنت ما تتجوزي، أنت مستنية إيه؟ عايزة أعرف ما بتتجوزيش لحد دلوقتي. وأنا يعني كان جالي حد وقلت لأ؟ يا أختي بيجي لك وأنت اللي بتقولي لأ. وأقول على إيه بس؟ كل اللي عايز يجي عايز ياخد الشقه. ما تخليه يقعد يتونس معاكي ام عمك، ايه المشكله يعني؟ يا بنت افهمي، الموضوع مش كده، الموضوع ان هو جاي عشان طمعان في الشقه، ولما بيعرف انه ما ينفعش نقعد في الشقه وبقول له لا بيخلع. اخس على دي رجاله، اخس. الرجاله اليومين دول اتغيروا. بس انا بيني وبينك، انا لو راجل
وحياة امي عمري ما كنت سبتك. الحمد لله يا اختي انك مش راجل، كنت تبقي راجل مميز قوي. اكرم عقلك ضحكتيني. صدقني انا بقالي كتير ما ضحكتش من قلبي، نفسي انبسط قوي واضحك واحس ان الدنيا حلوه، نفسي حاجه تبسطني. طب ما تشوفي ايه اللي بيبسطك وتعمليه. مش عارفه ايه اللي بيبسطني. انا عايشه الدنيا كده بالطول وبالعرض، ولا حاسه بحاجه ولا عارفه انا عايزه ايه. طيب انت نفسك في ايه؟ عمر ما حد سالني السؤال ده، بس انا نفسي في حاجه، نفسي في راجل يحبني ياخدني في حضنه وبحنانه يعيشني الدنيا اللي ما عشتهاش ولا شفتهاش عمري. نفسي. انا بقى نفسي اسيب الشغلانه الزفت اللي انا بشتغلها دي. والنبي ايه، ومين اللي يظبطني بقى؟ يا ليلى بجد انا بقيت بكسف قوي من الشغلانه دي. طب اقول لك ايه، ما تكلمي عبد العزيز بيشوف لك شغل. معقوله اروح له بعد اللي امي عملته ده؟ اه طبعا تروحي له، على الاقل بوس الايادي لامك بس تحلو يبقى جيب فايده. تفتكري هيساعدني؟ اه يساعدك، ما يساعدكيش ليه؟ شكل الراجل ده عمل بلاوي كتير في حياته. ليه بتقولي كده؟ ما هو لانه يا حبيبتي ما حدش بيعمل خير في الزمن ده غير لما بيبقى عامل سيئات كتير جدا في حياته وعايز يكفر عنها. وحشيني كمان. انت كمان وحشتني قوي. انا عارفه ان انا مقصره معاك بس والله غصب عني. لا ولا يهمك. معقول؟ كل سنه وانت طيب. سمير انت مش عارف انا بقول لنفسي ايه كل يوم، بقول لنفسي الحمد لله انا حبيتك. يا حبيبتي. اديني ايدك بقى. اسف 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 اسف. امشي امشي. ايه ده؟ ما تفتح انت اعمى؟ سلامة 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 سلامة. سلامة 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 حاجة. سلامة 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 سلامة. خش يا باشا خش. على مين؟ على مين؟ عايز خلاص.